باليو واليو هذا الثلاثي والثلاثي الجديد، قول لنا مدى استيعابهم. هم طبعا ما بقالهمش يوم او يومين وعملنا معاهم حلقات هنا الحقيقه، وكانت حلقات رائعه جدا، وفي نفس الوقت عايزين نعرف مدى استيعاب هؤلاء اللاعبين الجدد ودخولهم وسط اللاعبين. احنا لسه شايفين شويه حاجات كده مستر لاسارتي بيجريهم من نصه وبيقعدوا يضربوا فيهم، حاجات كده يعني لطيفه يعني. يعني بص، احنا دايما دايما الوافد الجديد يعني عندنا ما بيحسش بغربه. احنا بنشتغل كبيت واحد يا كابتن اسلام، وانت اتمرنت معانا ولعبت معانا وعشت وعاصرتنا وعاصرتنا بجيل كبير جدا وعظيم جدا للنادي الاهلي، انت بتحس ان انت في بيتك. مظبوط. يعني كلنا كنا بنحس ده يا كابتن اسلام، لو تفتكر يعني دايما بنفتكر بنقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونحس ان في حاجات كويسه جدا. احنا سياستنا دايما يعني في الاول والاخر ان انت لعيب كوره محترم. يعني قد يكون في بعض الاوقات انت المتسبب او انت السبب الرئيسي في مكسبي، وبعض الاوقات ما بيبقاش موفق او وجهات نظره بتبقى خارجيا مش موجود في التشكيله الاساسيه، لكن في النهايه في تعامل محترم، في تعامل ادمي، في تعامل يليق بمكانتك واسمك ومكانه النادي اللي انا بمثله. يعني في تعامل يليق بلعيب كره قدم، مهما اختلفنا، مهما كان في بيننا وبين بعض مشاكل ولا حاجه ولا ازمات، اتحدى ان في يوم من الايام طلع مسؤول في النادي الاهلي يعني اتكلم على لعيب حتى لو اللعيب ده كان هربان من عندنا. لا ما حصلش. او كان مش نعم ما حصلش يا كابتن سيد، ما حصلش مستحيل، او اختلفنا او ما اتفقناش او كان في عدم تجديد او في حاجه، مستحيل. مستحيل، ده احنا مش المدرسه دي خالص يعني. فاعتقد ان انت لما بتبقى وافد تعدي تيجي على السمعه هنا. تيجي على سمعه المكان والاشخاص اللي في المكان وتاريخ المكان وهيئه المكان وهيبه المكان. فانت بتحس ان انت في بيتك، فاعتقد ان مفيش وقت طويل بتاخده عشان تخش في المنظومه يعني. اتمنى لهم التوفيق يعني، سواء كان متولي ولا الي ولا اكشن، ان شاء الله احنا نكون موفقين معانا باذن الله. كابتن سيد ايضا عايز